انا محمد ابو علي، اخصائي علاج طبيعي من ابو ظبي. جيت على اسبانيا سمعت عن علاج جديد اسمه الاي ان اف ثيرابي. لما دخلت في الموضوع اكثر تعلمته اكثر، لقيت الموضوع كثير غريب وفي اشياء ما سمعت فيها من قبل. لما اخذت الكورس الليفل الاول والثاني اخذت معلومات كثير عن الموضوع، اللي اكتشفته انه شيء جديد، طريقه جديده في العلاج، نتائجه رهيبه. شفته على المرضى، جربت مع المرضى، شفت النتائج مع المرضى. من ضمنهم مريضه عامله عمليه 3 عمليات في الانكل من سنتين. بعد اول جلسه كانت تمشي تركض بدون الم، المريضه صارت تبكي بعد الجلسه الاولى. بنصح كل واحد يجربه، سواء كان مريض او سواء كان فيزيوثيرابيست، انه يجرب يتعلم ويعرف عنه اكثر. اتمنى لكم التوفيق.